السلام عليكم اخواتي في الله، معكم احمد فلوك، احمد سناء فلوك. سناء فلوك احمد مشات ناشطه. لا 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 وهذا الشيء راه بعض المشاورات، بعض المحاورات، وبعض الجلسات مغلقة باش وافقنا باش بدلنا هاد السمية هذيك. المهم سناء ولا أحمد ولا أحمد ولا سناء كلشي بحال الحال. الحمد لله دابا ناشط، هو ناشط ولكن راه حطهم صحاح. ولا عساك غاشغادي راه حط شحال حط. المهم بهاد المناسبة إن شاء الله ديال عيد المولد النبوي، كنتمنى لكم إن شاء الله عيد مبارك وسعيد، تخلي علينا بالصحة والسلامة وطلع مبارك مبارك في العمر، بركة في العمر وشفي جميع المرضى المسلمين، وربي إن شاء الله يزول علينا هذا البلاء وهذا الوباء على مغربنا الحبيب وعلى جميع أمة سيدنا محمد ويرحم أمواتنا وأموات جميع المسلمين. والله يشافي الله يشافي الله يشافي، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص، وأعوذ بك من الجنون، وأعوذ بك من الجذام، وأعوذ بك من سيء شر الأسقام. اللهم إني أعوذ بك وجميع المسلمين من هذا المرض. إخوتي في الله، ساعة ساعة بقاو تقولوا هاد الدعوات هذا، وفي النهار إن شاء الله الرحمن الرحيم ولا بالليل ربي غيفتح علينا وربي غيزول علينا هذا البلاء هذا ويبعدوا علينا كما بعد بين المشرق والمغرب. بالنسبة للسكرتيرة ديالي هي حدايا سناء. سناء ما بقيتش. لا تعرف واحد القضية راه كنت عيطت لها سوسانة، كنا تنعيط لها سوسانة ملي كان الناس يعيطوا لها سوسانة ملي كنا في كاطرونيا، وتنعيط لها فينك السوساوانة السوساوانة، تعرفي عليها؟ أييه كتبقى فيها الحال، تقول لا صافي تنعيط لها سناء سناء. المهم إخواتي في الله، ما نطولش عليكم بزاف، حاجة وحدة حاجة وحدة، نطلب الشكر الشكر بزاف للجميع اللي كيدعمونا اللي كيدعمونا سواء داخل المغرب سواء خارج المغرب، اوروبا، في الدول العربيه كلها. وهنا تنوجه واحد التحيه اخوانيه الى اخواني في الجزائر واخواتي في الجزائر، لان تيبقاو معنا تيبقاو معنا تيدعمونا بالتعاليق ديالهم ديالهم، والحمد لله حنا اخوان. السياسه ما عندها حتى شي علاقه ما بيننا ما بين الشعوب، الشعوب هما اللي كي سميتو ما بيناتهم، خصها تكون واحد الاخوه، خصها تكون واحد التلاحم، واحد التلاحم ما بيناتنا وواحد المحبه. وربي راه شاهد، لان ابتسامات اخي لاخي في وجهه صدقه او حسنه. بالنسبه اللي غادي نجي معكم اليوم، غادي نصوم معكم واحد الطرط ديال التفاح. طرد ديال التفاح فيها عجينه مغرقه، كدير معها كريم باتيسري وجدتها درتها في الثلاجه، راكم عارفين باش تصوب. وعندي هنايا ثلاثه ديال التفاحات، ثلاثه ديال التفاحات. اذا على بركه الله، انا على ما نطلق سميتو العجينه ديالي نرجعو ان شاء الله. المهم العجينه مغرقه كما قلت لكم عندي واجده، راه عندي في واحد الفيديو كنت وجدتها، وديما ساعة ساعة ملي كتسالي لي كنوجدها وتنديرها في الثلاجة. دابا غادي نمشي غادي نعطيها واحد شوية ديال سميتو، غادي كيعطيها حتى ديكور. نضربها كلها في الجناب بهاد الشكل هذا، دابا ناخذ البيض باش تعاودها سوسانه. سنة سنة كنعاود بخير. هاك بقيتوا البنات لاباس عليكم، كي دايرين؟ في امان الله، نتمنىكم تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي. وهاني عاوتاني مع هذا دابا رانا اسكت شويه. المهم حاجه وحده كنطلب من الاخوان، الاخوان اللي كي اللي كيدعمونا واخوان اللي كيدمعوا اللي كيدعموا اللي كيدعموا ولا اللي كي سميتو تحاولوا تحاولوا الله يجزيكم بخير، دعموا القنوات الصغيره، القنوات الصغيره لانها كتكون في البدايه، وتعرفوا المحنه اللي كيدوزوا، كاين اللي كيكون عندها الوليدات، كاين اللي كتكون محتاجه مسكينه، كاين اللي كتكون كتخلي له التمارا اللي كتسرق على القناه راه ما ساهلاش. اسكت شويه والله العظيم اسكت شويه، كتسرق الوقت ديالها، الوقت ديالها من الدار ديالها باش تصور وتخلي جروب وتصور، هذا راه كيحس بها كيحس بها غير اللي مجرب،
سقسوني انا نقول لكم انا سقسوني نقول لكم شنو كاين شنو ما كاينش. شنو كاين مالك كلشي واجد كلشي كنديرو لك شنو بغيتي؟ لا اختها ولا هي اللي مكلفه بكلشي قسما لا زمانه والله. المهم ودعموهم وسميتو باش يطلعوا باش يطلعوا شي شويه عندهم محتوى الى واعر والله بزاف بزاف والله. كاين المحتويات ماشي ما كاينينش كاين المحتوى. دخل اي قناه صغيره وشوف المحتويات ديالهم زعما راه تبقى معجب كاع والله الا تشوف شي محتويات زعما داكشي الى العظمه. دابا غادي نمشي ندير الكريمه ديالي كنخلي هذا ديستونس هذه اللي هنايا وكنمشي هذا الشكل هذا زعما محتويات زعما داكشي داكشي خارق. ايوا لا اله الا الله الناس ما بقاوش تيبغيو غير محتوى تربيط وفي الصراحه تضرب ما تيعجبهمش التفاهات تيعجبهم هذا الشيء اللي يعجبهم ولكن الناس ما يقدرش يدير ما يقدرش يدير ديك المسائل. قال لك سير في درب الله سير في درب الله والله ما تخاف والله ما تخاف ولا تقع لك شي حاجه وربي غيسهل في كل شيء. صافي دابا حنا وصلنا للكلمه ديالنا صافي دابا غادي نهزو تفاح. دير شويه ديال بوتي كابون. كابون دابا عطيني هذا شنو هذاك هذا دابا غنديرها في الكريسيل ديالها هادي اضافات غنديرها انا كندير شويه ديال الكاوكاو محمر لا اللوز ولا اللي لا اللوز ولا اللي بغى يدير سميتو اللي بغى يدير كاين واحد الملاحظه اللي بغى يدير اش يقولوا له الزبيب الزبيب تيجي زوين تا الزبيب ما ديروش من الفوق ديريكت العافيه الزبيب بحال دابا ديروه من التحت من التحت عاد غطيوه بالكريم لان الزبيب شنو تيوقع له كيتنفخ كيتحرق ما كيعطيش كاع لوكو الا درتو من تحت الكريمه كتبقى كتاخذ داك المكا ديالو تيبقى في بحال حطيتوه صافي. دابا غادي نقطع التفاح نوريكم التقطيعه الاولى ومن بعد ان شاء الله نوريكم كيفاش انت يا عندي تفاح هنايا كاين هذا ولا بغيتي ديرو جولدن داك الصفر انا كيعجبني هذا لان قاصح شي شويه وفي نفس الوقت يعطي واحد النكهه زوينه. نزول هادشي ديال هنا هنا نضرب هنا في النص المهم نقسمها على اربعه كنزول هاد الجذور ديالها انا كنديرها بالقشور ديالها. علاش القشور ديالها تعطيها واحد التماسك و تعطيو القشره حتى هي الا جينا حقيقه الله راه فيها واحد نوع من الفيتامين وزيدوا ملي كتكون في الفران في الفران كتعطي واحد الديكور واحد اللون لان اللون ديال هذا ماشي هو اللون ديال هذا وكتجي واحد الطرطه اللي هي رائعه جدا. انتما غتشوفوا فيها هكا غير شويه عليكم وعندها كويس ديكور. انا نوريكم التقطيعه الثانيه كي جات هاد الطرف التالي هذا كنزولوه هاد التقطيع ديالو هادي هادي كنجي لهنا كنجي لهنا كندير هادي هاكا تندير هادي هاكا تندير هادي هاكا وتنمشي تتبقى ماشي على اليمين وحده في الوسط وديما داك الطرف الصغار وما يمكن لكم ديرهم في الوسط وكنمشي على المنوال هذا حتى للتالي. هانتوما كما تشوفو راني عمرتها بالتفاح. ملي غتعمروها بالتفاح حاولوا هادشي كله ما تفرقوش ما بين طرف وطرف زيروها مزيان وغتجيو لهنايا وتبقاو تدفعو غير شي شويه من هنا من هنا باش تزير التفاح ديالكم باش ما يخرجش على برا. وغادي راني نشعل الفران غادي نديرها ان شاء الله على 190 180 190 واحد شنو نقول لكم على حسب من الفوق ومن التحت وعينكم ميزانكم عينكم ميزانكم حتى الفران حتى هو وعينكم ميزانكم. مرحبا بي في الله شبيك لبيك طاطق جات ما بين يديك هانتوما كتشوفوها درت لها شويه الماباج من الفوق باش تعطيها شويه ديال البريون عطيت لها حب الملوك حتى هو وكنتمنى باش الطريقه تكون راقتكم وسميتو نالت الاعجاب ديالكم وانا غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا ان شاء الله كيفاش جات. ماكساكسه ما كتخليني ما نقول دابا انا ضبان على عساكم زول لي سميتي كانت في الاول داك الشيء ها الكريمه ها هي محمره مزيان ها الملفاي ها وجهك جا
شفتها هذيك كتجي غزاله لذيذه بزاف. وهذه في المذاق رائعه 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 رائعه. كنتمنى باش كنا الاعجاب ديالكم وشكرا لكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش باللايكات والاشتراكات والتعليقات الزوينه ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. الرحمن الرحيم.